هو الوضع يا يعني ننزل كذا بيت مرة متقاربة ناخذ شرقة انه امورنا طيبة ان شاء الله. ايش فيك ملسوع كأنه شارب شطة؟ والله زبد لك والله حاجة غنم ذا والله كثير خلنا ننزل بالضبط والله كثير فننزل يا ابوي يا ابي خذ لك شرقه ودرع من على خويك خش معايا بذحني بدايتها يا صاحبي اقول لك والله المكان شك والله جنبي الطلق والله جنبي الله دخلت الباب احصل قاعد يشيل يعشق المليوز جاي وبسكه بوكس بينه ايش اللي سكه بوكس يا شيخ انا قلت لك المفروض ما بجيك يا حاج غنم الحين ما حد اذا طلعنا واحد فينا كويس بجيك اوكي في واحد عندي او في احد عندي انا عندي شرت اللي شارك اظن في واحد باكت والله جايكم جري يا حماس اوكي وين ننزل؟ في المكان اللي نعمل فيه ايوه وات ذا فاك ايوه اي وش ذا هذا جليتش الو ايفري ون انا شفتك اللي بس 16 بدون رصاص ايش تخلف اي شفت ايش اسوي بو هذا انا اللي رميته يا ذكي انا اللي رميته بس اخذته والله لاني احب السلاح ذا بعدين ترى اللي احسن منه لا غلطان اخو صدقني السكار اللي احسن هو السكار ترى لا اقصد في الحياه الواقعيه اسحب على اللعب حتى في الحياه الواقعيه السكار اللي احسن لا يا سكار لو الام 416 امريكان ما ادري يا ابوي ايش بكم يا حبيبي السكار لا اسمع الام 4 ترى ثابت وطلقاته سريعه السكار اللي هذا عسكر اذا دخل عشان كذا تفلسف يعني بالله السكار اللي شوف ايش لو الام 4 اقوى ما كان الجيش الامريكي بدله بالاسكار شايف قلت لك عسكري يا حبيبي الامريكان همهم بيتزا وبس ايوه وش اللي بيتزا ابوي تفرج على الفيلم تقعد تفلسف ايش دخل فيزا لا من جد ترى عسكر ذا اخوان قصدي دخل ابني صاص اخضر كمي دخلت سوته الحماس اخذ فاهمك انت انا عندي في سكارل في سكارل يا ابو الامريكانو انتو يا عمي ابدا ما سمعت كلامك وخاصه انك احتراضك يا اخي ما هو يا غش كلهم مركزين علي ترى كل ذاك ايش وضعه؟ هذا رايح القوي اللي كان ورايا ايوه هو ده اللي كان ورايا طالع من باقي طف بوديز يلا الا عن ابو شكلك شيخ اهدى اهدى خذ سيارة بالحياة من جديد يا واد هذا النكد الأحمر ذا اللي نرجع درينك في تيم على يسارك في سكواد على يسارك بنفس التلم لو قدمت تفضل لك دراك والهاكر انت ايش اللي شايفهم على يسارك جهه الناس اللي كنت تطلق عليهم في سكواد واضحه والهاك واضحه ايش اسمه عيدها يضحك على بعض يا حبيبي انا دحماس ما شفته تعرف دحماس اللي في اليوتيوب استغفر الله قدم والله سكوب ذا يا اخي يا اخي ابغى قاعدوم هذا جرافيك 4 اكس يا اخي يا اخي ايش هذا اللعبه اذا عندك لوت شفت ما راح تزومك ولا كلمس الله يا كلب ها ايه شوف كم جود اللعبه تتكلم هو ابو اوف اطلع فوق
دحماس اطلع فوق مرة. او ماي جاد حبيب ايش اللي قاعد يصير هنا؟ ما ادري خش في باب الله يخرب بيت المكان الغبي. يلا مكان غبي يا ابوي قال لها مسدس ده انا ابغى شوف سكوب 8 انا ما اعرف ايش الباب احطه فين ما في تشوفك من الدرج مجلة انفجر خلاص.